واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة حملاتها المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري والسلع منتهية الصلاحية التي تضر بصحة وسلامة المواطنين. وتمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية التي تسهم في ضبط حركة الأسواق. تشهد المواجهات التي تخوضها أجهزة وزارة الداخلية ضد جرائم غش السلع وبيع سلع منتهية الصلاحية والتلاعب بالدعم نجاحات كبيرة، فقد تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة وفي هذا الإطار وتنسيقا مع فرعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام من ضبط قرابة 75 طن لحوم ومقطعات ومصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمخزن غير مرخص لتجهيز الوجبات بالقاهرة وثلاجة بدون ترخيص لحفظ اللحوم بالمنوفية، وضبط أكثر من 203 طن مخللات ومستلزمات إنتاجها غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتشكل خطراً على الصحة العامة للمواطنين بثلاثة مصانع ومعمل بدون ترخيص لإنتاج وتعبئة المخللات بالبحيرة والشرقية والمنوفية، وضبط قرابة 3 أطنان أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمحل بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بالقاهرة وثلاجة لحفظ السلع الغذائية بالمنوفية، وضبط قرابة 12 طن ونصف سكر تموني مخصص للبطاقات التمونية ومنه ما هو ناقص الأوزان ومجهول المصدر بمصنعين بدون ترخيص لتعبئة السلع الغذائية ومحل بدال تموني بالقليوبية والإسكندرية، وضبط 10 أطنان أرز غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحوزة مسؤولة عن مخزن بدون ترخيص للسلع الغذائية بالمنوفية، وأكثر من 13 طن ملح سجاحات غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومخصصة للأغراض الصناعية ومحظور استخدامها في الأغراض الغذائية، وأكثر من طنين زيت طعام مجهولة المصدر بحوزة مالك محل لتجارة السلع الغذائية بالمنوفية. ونجحت الإدارة في ضبط أكثر من 39 طن أعلاف حيوانية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الحيواني بالغربية والشرقية والمنوفية، وضبط قرابة 11 طن أسمدة زراعية غير صالحة للاستخدام الزراعي ومنه ما هو محظور تداوله خارج الجمعيات الزراعية بسوهاج والشرقية، وتمكنت الإدارة من ضبط قرابة 24 ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر وتؤثر على صحة المواطنين بحوزة مالك شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدون ترخيص بالجيزة، وبالتنسيق مع الإدارة نجحت مديرية أمن القاهرة في ضبط مخزن بدون ترخيص للمطهرات والمنظفات الصناعية بداخله أكثر من 26 ألف لتر مطهرات ومنظفات صناعية مجهولة المصدر، بينما تمكنت مديرية أمن الإسكندرية من ضبط 300 طن دقيق وسكر قام المسؤول عن مخزن بدون ترخيص للسلع الغذائية بحجبها عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها وبيعها بأزيد من سعرها المتداول بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة. عبدالله بركات، التلفزيون المصري.